بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. موضوع التلوث في الواقع ده موضوع جرايد وموضوع تلفزيون وموضوع كتر فيه الكلام، وفي الواقع نكاد نعيش حاليا في عصر اسمه عصر التلوث، تلوث الهواء والمية، التلوث الغذائي. ده أشيع ثلاث نواحي من نواحي التلوث. التلوث الهوائي طبعا واضح سببه أنواع الدخان والمصانع والفضلات اللي بتطلع من المصانع في الهواء، زي ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، وبعدين نضيف لها أيضا أنواع الغبار، سواء الصحراوي مع الخماسين أو اللي بيطلع من الجباسات وحرق الكاوتش والحاجات دي كلها، وبعدين نضيف لها أيضا التلوث الإشعاعي بمخلفات الإشعاع والمواد المشعة، وأيضا أنواع الرش المختلفة، رش المبيدات والحاجات دي، بالرزاز بيطلع يلوث الهواء. لما نروح للتلوث المائي نجد برضو فضلات المصانع، وبعدين هنا بقى نجد التلوث البترولي. احنا قرينا عن بقعة الزيت اللي موجودة في الخليج، وقرينا عن السفينة اللي سيبت بترول عندنا في البحر الأحمر عند الغردقة. حاليا ده خطر كبير جدا التلوث البترولي، لأنه بيموت السمك، والسمك اللي ما تموتش والواحد يأكلها يجي لقاها طعمها جاهز على طول. ففي التلوث البترولي، وفي أيضا مخلفات مصانع بتترمي برضه في البحر، وأحيانا صرف مجاري في البحر. من الحوادث الشهيرة في اليابان تسمم زئبقي مات فيه ألوف بسبب فضلات مصانع اترمت في البحر، مات سمك واللي كان السمك مات كمان. أيضا مسألة المبيدات، لأن الرش بيطلع في الهواء أو ينزل في المية أو يبقى على المزروعات والخضار والفواكه وكده. وأيضا التلوث الإشعاعي بمخلفات المواد المشعة. لما نيجي للتلوث المزروعات والتلوث الغذائي نجد كل العوامل دي موجودة، أخطرها المبيدات، لأن اتضح أن أسرة الدي دي تي كلها والمبيدات الحشرية موجودة بنسب عالية جدا دلوقتي في الأكل اللي بناكله، لدرجة أنها بتمشي في جسمنا وبتمشي في جسم البهايم وبتمشي في جسم المرأة الحامل، وأخيرا ظهرت المبيدات في لبن الأم المرضع. للدرجة دي خدت دورة كاملة في المية وفي الأكل وفي جسم البني آدم وفي لحم البهيمة اللي الواحد بيأكله، كله عمالين ناكل دي دي تي دي دي تي، ناكل مبيدات. فالأم الحامل بتأكل دون ما تأكل طعام الملوث، وبعدين يظهر في لبنها ترضع طفلها لبن مسموم بالدي دي تي والمبيدات، ويكاد يكون أخطر تلوث هو تلوث المبيدات الحشرية، لدرجة أنهم هناك في أمريكا وفي أوروبا بيعملوا مزروعات دلوقتي مكتوب عليها لم ترش عليها من المبيدات، وغالية جدا. يعني مثلا التفاحة الواحدة بعشرة جنيه، لأن طبعا ما دام ترشتش عليها مبيدات فبيهلك جزء كبير منها بسبب الحشرات وسبب الطفيليات وإلى آخره، المحصول ينزل لواحد لعشرين مثلا بالنسبة للمزارع اللي ترشت. فنتيجة لكده يبقى الزرع اللي طالع مكلف قوي، لكن تلاقي فكهانية مخصوصين فاتحين كده وكاتبين ان ده بريء من المبيدات، ولم يعني مزروعات لم يرش عليها اي مبيدات، وغالية جدا 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 لانها مكلفة، ولان اكتر من 9 أعشار محصولها بيضيع نتيجة الطفيليات. طبعا هنقول برضو المواد المشعة بتخش ضمن التسمم الغذائي ايضا، لان ده موضوع الساعة، يعني تحول الى نوع من الدراما. يعني في 2 تناولوا
موضوع التلوث كاريكاتير، حاول يعبر بالكاريكاتير عن مأساة التلوث، ومصور فوتوغرافي واقعي حاول يرسم الدراما او يصور الدراما بتاع التلوث تصوير واقعي. فهنشوف الفيلمين دي نوعين من الفن تقع. هتروح فين؟ هتروح من الدخان فين؟ بتفحر نفسها حفرة في الأرض، نفسها تستخبى من المأساة دي، تفضل تحفر تحفر لغاية ما الأرض تتلحم وتموت. طالع في الروح في لحم الأرض وتموت، الدخان يتكاثر أكثر. هنا المصور حاول يعبر باللغة الواقعية، فبيجيب سمكة وبيورينا الحشرجات الموت من أول ما هي لسه السمكة دلوقتي محطوطة في المياه الملوثة. هنشوف لدرجة إن السمكة هتتساءل إيه جرى للمية، طعم المية مختلف. هو أهمية الفيلم إنه بيسجل التغيرات الفيزيولوجية بتاعة الموت البطيء لغاية الحشرات لغاية ما تطلع روح. شوف ابتدت تبقى حركتها سريعة تشنجية. تنزل فوق تطلع تحت تروح يمين تروح شمال، مش جرى المية مش عارفة، فلت تشنجاتها تبقى أكتر. تالت تفقد توازنها. طالع في الروح السريعة بتاع الفم دي دليل انها عاوزة مش لايقة اكسجين في المية. نوع السمك ده بالذات حساس قوي لأي تلوث، اسمه الباسترين كارب، نوع ما يعيش الا في المية اللي زي الفل. شوف شو بيجريها، شوف تلت تنام على جنبها ازاي. ابتدت تخور قواها ازاي، مش عارف تدفن هتدفن نفسها فين، مش عارفه. هتتنفض حلاوة الروح دي، حلاوة الروح دي. دراما، هو عاملها دراما تلوث البيئة، ازاي الواحد يشوفه دراميا على كائن حي. والفيلم واقعي بدرجة مؤثرة يعني، خصوصا لحظة الموت بقى. شوف خلاص في الواقع ده اللي بيجرنا، ما هي خطورة الفيلم ده ان هو ما ألفوش من عنده،
وجاب السمك ده، السمك ده شهير بانه حساس قوي لاي تلوث في الميه، ما يعيش الا في الميه الرايقه النظيفه، اسمه الباسترمكا. فهو تلوث الميه يؤدي فعلا الى موت السمكه بكل الخطوات البطيئه اللي شفناها خطوه بعد خطوه لغايه ما تطلع روحها. طبعا اللي حاصل في السمكه دي حاصل لنا بدرجات، واحنا مقبلين على عصر ممكن نفطس زي الشجر اللي فطس ده. وبعدين ده احنا ممكن ده بنطلع على شارع المعادي، الشجر اللي عند المصانع الكتيره اللي هناك دي تلاقيه اصفر ومبطل يطلع ورق. فدي برضو ممكن نشوفها على الطبيعه فعلا. اخطر انواع التلوث انواع اخرى غير ده. يعني في بقى دلوقتي حاجه اسمها التلوث الضوضائي. يعني اللي عاش في مصر من 30 سنة أو قبل كده يعرف الهدوء والشاعرية إنما دلوقتي لو جبنا فيلم نقل من مثلا حتة في الزمالك من 30 سنة لدلوقتي على طول هتبص تلاقي كلاكسات تيك تاك تاك وعربيات نقل وور وموتوسيكلات. يعني الشارع دلوقتي بقى شيء فظيع. ده تلوث ضوضائي بالفعل. وخطورة الضوضاء دي انها اولا ممكن تاثر في السمع، الواحد ينطرش بدري، بص تلاقي واحد يقول للثاني ايه؟ ايه؟ بتقول ايه؟ كل الناس تلاقي الحكايه دي قاعدين في مكتب جنب بعض وواحد يقول لك ايه؟ بتقول ايه؟ وابتدى الطرش، ابتدى الطرش بدري يعني دي. فدي ظاهره غريبه قوي حكايه الطرش البدري ده. وبعدين حاجه ثانيه غير الطرش اللي هو ضغط الدم والجلطة والذبحة والسكر، كل دي ممكن تنتج من الضجة الزيادة على اللزوم. وشفنا في الفيلم اللي فات تكلمنا عن النباتات اللي ممكن تحطها في دوشة فتدبل ونموها يبقى ضعيف وهزيل، بينما تحطها في موسيقى ناعمة رقيقة تبص لقيت نموها يعني يبقى أصح وأنشط. فده نبات بيحس بالموسيقى ويتذوقها وينفعل مع الموسيقى الناعمة الحلوة، والضجة والمنشار والأدوم والشاكوش وبتاع ممكن يقضي عليه، وده نبات. فما بال البني ادمين. فكتير جدا من حالات ضغط الدم ومن حالات الجلطه والذبحه وتقلصات الشريان التاجي والسكر وامراض الغدد كل دي سببها الضجه. الضجه خطيره يعني دي مش من ضمن الحاجات. وعشان كده ابتدوا دلوقتي يعملوا حاجه اسمها عداد دوشه. يعني في اليابان حاطين حكايه العدادات دي في الشوارع، لان اليابان ايه دي؟ طوكيو 18 مليون بني ادم في بلد. فبيحطوا في الشوارع زي شارع بقى عماد الدين وفؤاد و26 يورو والحاجات دي، حاطين عداد اسمه عداد دوشه. ويعد بالديسايبلز اكثر من 200 ديسايبل، يعني معناها وصل للحد الخطر، يعني الناس تروح بيوتها جري والا كلها يعني تنصاب. الشارع نفسه ابتدي المرور على طول رجالة المرور يحددهم حجم المرور في الشارع، لأن مستوى الضجة ارتفع لكذا ديسايبل على طول. فمش مسموح إلا عدد معين من الديسايبلز، بحيث لو زادت يبتدي تأثير المدمر للضوضاء على النسيج الحي على طول. احنا الحقيقة محتاجين قوي دلوقتي في القاهرة وفي كل العواصم المزدحمة إلى العدادات دي عشان تلفت نظر المواطن، وكمان الراجل اللي هو بكل قلة ذوق يضغط على الكلاكس، مع إنه الله طب ما اشارة المرور قافلة، نفرض انه يقعد يتك على الكلاكس مليون، ما هو قافلة برضه، هو قافلها ليه؟ مش لأن في عربيات جاية كده؟ فإيه الداعي إن كل واحد دي 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 إيه لازمة الكلام ده؟ هي مجرد إن يبقى في عداد كبير في وسط الشارع بيعد كده زي الساعة الإلكترونية، الساعة الرقمية دي، ومكتوب عليه إن وصلنا لدرجة الخطر، يحس كل واحد إن ده هتنعكس عليه هو، يعني مش بس يعني هو بيأذي اللي جنبه، لا وهو كمان هيجرى له حاجة. يعني مسألة إن الناس تحس بخطر الدوشة دي، إنها مش مجرد دوشة، لا ده ممكن تجرح الخلية. يعني حتى لها اسم يسموها في الطب بتاع الأذن أكوستيك إنسلت، يعني الإهانة للأذن، إهانة الأذن. يعني ربنا ما خلقش الودن عشان تهنها بي، يعني لما ترتفع بالصوت لدرجة أكثر من لازم تبقى نوع من الإهانة. شوف كلمة انسلت، اكوستيك انسلت يسموها كده. فالحقيقه لازم المواطنين يحسوا بخطوره الدوشه، وانها مش مجرد انك بتضايق اللي جنبك، ده انت بتجرح خلايا مخك.
مخك نفسه يعني. فده نوع من التلوث. نوع تاني من التلوث بيسميه التلوث الفضائي. ايه التلوث الفضائي؟ دلوقتي زمان ما كانش فيه في الفضاء الا القمر بس، الفضاء الارضي اللي جنبنا ده، وبعد كده فيه مساد احمد بقى لغايه ما تلاقي بقيه الكواكب. انما دلوقتي فيه اكتر من 100,000 قمر صناعي واجرام عماله تلف التك التك التك، كل واحده عامله لها مدار حوالين الارض وكل واحده. طيب ده ايه؟ ده خطورتها ايه؟ قال لك ده ممكن تؤدي الى حاجات خطيره، ان الطبيعه مش معدل كده، انت كبني ادم مش معدل، انت بتتدخل في الطبيعه اللي ربنا خلقها. تحط لي في الفضاء مش عارف 20,000 ولا 50,000 جسم، كل واحد عمال يلف، وايه واجسام كلها كل واحد منها دايره الكترونيه، اللي يطلع ليزر واللي يطلع اشعه واللي يسجل واللي جاسوس واللي يرسم واللي يصور كل دي مش مجرد اجسام بتلف. والله القمر بتاعنا ده لم يتركب فيه لا جاسوسيه ولا حاجه، ربنا حطه ظريف كده ينور لنا وبس. انما كل الاقمار اللي عماله تلف دي اقمار مليانه اجهزه، ده غير كمان اللي بيسموه القنابل المداريه، يعني روسيا ولا امريكا راموا حاجات فوق وركبوا فيها قنابل، وبالارض بالزراير على الارض، لما يجي مثلا روسيا تعلن حرب على امريكا بالزراير في واشنطن تك تك تروح نازله القنابل هناك على روسيا، لان القنابل المداريه عماله تدور في فلك ومتركبه في بلاتوهات عماله بتلف مستنيه ضغط زرار. فاكن الفضاء بقى مصيبه، بقاش فضاء يعني، الفضاء ما بقاش فضاء، بقى مليان ومليان بلاوي، واجهزه كلها بتشتغل وتطلع اشعه وليزر وكهرباء يعني، وفيها انابل متركبه. وبعدين زي ما قلت كل واحد منهم دايره الكترونيه، الارض كمان بقت مليانه دوائر الكترونيه، لان كل حاجه بتلمسها هي دايره الكترونيه. الكمبيوتر، الساعه الرقميه، التايب رايتر الكهربائيه، التلفزيون، جرس الباب، كل الاجهزه دي دوائر الكترونيه. وبعدين بيقولوا ان دي ممكن قوي هي تكون وراء كسره حوادث الصداع النصفي وانواع الصداع اللي ملهاش دواء ولهاش تشخيص، يعني يكشفوا على الواحد على العين على مش عارف ايه ما يلاقوش عنده حاجه خالص. فاحد التفسيرات بيقول لك لان في تداخل، لان الانسان نفسه دايره الكترونيه، كل واحد فينا دايره الكترونيه، فلما تحط جنب الانسان دوائر الكترونيه من مختلف الاشكال، ايش راديو وايش تلفزيون وايش مش عارف جرس وايش كمبيوتر وايش بتعرف حاسب الكتروني وايش مش عارف ساعه رقميه، كل دي دوائر دوائر دوائر، ممكن يحصل تداخل بين الدوائر وبعضها، ممكن الانسان يشتكي بشكاوي مبهمه الطب ما يفهمهاش، يجي واحد يقول لك الم شكله ايه مش عارف تكشف عليه ما فيش حاجه، صداع مش عارف تكشف العين وعلى الجيوب وعلى مش عارف البطن ما فيش حاجه. فبيقولوا جايز او يكون تداخل الدوائر الالكترونيه المفتعله اللي بقت كتيره دلوقتي ممكن تكون وراء هذه الشكاوى الغامضه. ده نوع اخر من التلوث. قلنا بقى التلوث الضوئي والتلوث الفضائي. انا بقول فيه بقى حاجه اخطر من كل التلوثات دي، وهي ظاهره التلوث الاخلاقي. يعني دايما الكبار واللي عاشوا 80 و90 سنه يقولوا حصل حاجه في اخلاق الناس، والواحد بيحس دي برضه، حصل حاجه في اخلاق الناس في التعامل. دي مش بس مثلا في مصر ولا في الوطن العربي، لا ده في العالم كله. يعني هل دلوقتي الراجل الانجليزي بتاع لندن زي الراجل الانجليزي من 30 40 سنه؟ ابدا. شوف بقى الانجليزي المهذب، الراجل بقى اللي عنده كبرياء وبتاع، دلوقتي تلاقي الواحد منهم نشال، تركب التاكسي يهف منك مش وياخد رشاوي، وزي ما ادتلوش يعمل له، يعني زمان ما كانوش يقبلوا. انا مره اديت سواء التاكسي يعني بقشيش ما رضاش، كان زمان من 3 سنين لاخر مره رحت لندن اديته فك 10 جنيه لطشها وجري ما لقيتوش. ودي ظاهره في العالم كله، البني ادمين نفسهم حصل فيهم حاجه، حصل نوع من التلوث الاخلاقي للبني ادمين بوجه عام، تدهور عام في المستوى الاخلاقي بتاع الناس. والسبب الحياه الماديه، يعني السبب نمره واحد، يعني ماديه الناس، الماديه الفرديه، كل واحد بقى عاوز لحظته ومصلحته، بيعيش للحظه بتاع دلوقتي، حاول يوصل للذه السريعه، للماء ليهبر قرشين ويجري، يعني ده ما كانش موجود زمان.
الحالة السعار ده مسعور عاوز يهبش بتاعه ويجري عاوز مش عارف ايه والمادية يعني المادية وبعدين شعور الإنسان بأن الوقت بيمشي ما يملكش إلا يومه ولحظته يبقى نهبش فيه بقى حد ضامن يا عمي يلا حق يلا بالشكل ده فيعني الظاهرة دي تلاقيها في العالم كله على مستوياته وعلى درجاته وعلى تفاوت لكن في العالم كله طبعا بالإضافة إلى أنواع من التحلل الجنسي وحرص كل واحد على إشباع أنواع جوعه المختلفة بسرعة يعني محاولة أنك يحصل على اللذة السريعة بأي ثمن ما كانش زمان كان في زمان حاجات لها قيمة برضه العفة الشرف الحياة ما بقاش ده موجود طبعا مش بتكلم على كل لكن الأغلبية يعني فدلوقتي حاجات كتير هانت كان زمان غالية بقت هانت من حرص الواحد بسرعة عاوز ينبسط له لحظة وليكن ما يكون يعني فهي كلها تيجي تحت يعني عنوان واحد تندرج تحت عنوان واحد هو حكاية المادي والفردي ان الواحد ابتدى يحس بنفسه وبس انا والطوفان ما بقاش عنده الحس الاجتماعي والمسؤولية نحو الأمة والمسؤولية نحو الإنسان ولا بقى فيه الإيمان العميق بتاع زمان بقى إيمان كده شكلي ظاهري بتاع سبحة بتاعه وحاجات زي كده لكن ما تعرفش يقول على السبحة إيه لا فيعني الإيمان بقى شكلي مش ما هوش تقوى خوف كده فمقاش ده موجود فدي كلها عوامل عملت اللي أنا بقوله في النهاية بقى تلوث أخلاقي وده خطير لدرجة يعني التلوث المائي والغذائي والهوائي وبتاع يا سيدي ده ممكن له حلول برضو له حلول إنما ده بقى ده ممكن يجيب أجل العالم كله أخطر بقى من ده كله التلوث العقلي التلوث العقلي ده بقى فظيع ده بقى فعلا اللي هيجيب يعني أجل الحكاية كلها أنا هديكم مثال على التلوث العقلي ده يكفي أنكم تكتشفوا وده بالإحصاء وبالأرقام إن العالم بيصرف على السلاح 600,000,000,000 دولار أسلحة ومش عارف مخازن ترسانات قنابل ذرية ده عمال يخزن قنابل ذرية هنا وده يخزن قنابل ذرية وده يخزن صواريخ وده يخزن صواريخ مئات الألوف من الدولارات كان ممكن يعني تشفي مرضى وتعالج وتعلم ملايين يعني حاجة غريبة وبعدين انت قدام الخزين الهائل من السلاح ده ايه النتيجة يا اما هتستعمله فتبقى كارثة يا اما ما تستعملوش فيبقى سفاهة لانك ايه اللي خليك تصرف 600,000,000,000 دولار على مش عارف ده عمال يخزن صواريخ وده بيخزن صواريخ والله لو استعملوها بقت المصيبة ولو ما استعملوهاش يبقى السفاهة وطبعا كل واحد يقول لك الحجة بقى اصل يعني دفاع عن النفس ده انا بسميه ايه هل ده عقل انا بقول ده تلوث عقلي ده عرض من اعراض الجنون طبعا في التخريب الصريح لو من ايام التاريخ لو قرينا من زمان ايام التاريخ المخربين المجانين المحترفين بدءا بالتتار هكسوس والفندال كان يخشوا على البلاد يحرقوها ليه طب ما تنبسطوا فيه طب ما تستمتعوا طب ما تعودوا تستفيدوا من بغداد بكل الحضارة اللي فيها لا يخشوا يحرقوها ويجيبوا عليها سافلة يولعوها نار فده الجنون القديم الجنون القديم استمر وموجود على أبشع موجود على أبشع يعني الثورة الفرنسية اللي شالت لوحات ورايات العدل والحرية والمساواة ايه اللي عملته ده كانت مجرد رايات انما الثوره الفرنسيه كانت عباره عن فوضى وذبح وقتل وارهاب غير كده دلوقتي في افريقيا وفي بلاد امريكا اللاتينيه الانقلاب ورا الثاني انقلاب كلها انقلابات عسكريه كلها شايله لافتات اشتراكيه ماركسيه لينينيه بتاع ودايما تحصل في البلاد المتخلفه اللي عايشه تحت مستوى الفقر ودايما تيجي فتزيد الفقر فقر على فقر وبعدين تبص تلاقي جايه معاها اجهزتها بقى اللي هي نوع من غسيل المخ عن طريق التلفزيون والصحافه والاذاعه يغيروا مخ الناس تلويث العقل يعني في حاله تلوث عقلي شامل
حتى برضو باسم الإسلام. كان زمان تتوص تلاقي طلع جماعات إسلامية اللي هي الخوارج والقرامطة والخرمية، طلعوا وشالوا رايات لا إله إلا الله والإسلام، وخربوا الدنيا وحرقوا وأثروا الحجيج وهدموا الكعبة وسرقوا الحجر الأسود، وحكاية كبيرة. وهم إيه رافعين راية لا إله إلا الله. طبعا دلوقتي موجود، دلوقتي طلع لهم سلالة، يعني مثلا المهدي الأخير اللي طلع الكعبة بالمدافع الرشاشة في مكة هو أحد السلالة بتاع المخربين الكبار القدام دول، وما زال لغاية دلوقتي تلاقي متطرفين يعني فاهمين الدين على إنه قتل وذبح وتغيير بالعنف وإلى آخره. طبعا مسائل دي مسائل خطيرة جدا. أنا بسمي لا التلوث العقلي، خصوصا لما يتخذ له شرعية. يعني بص تلاقي الأفكار دي توصل لها كتب، روايات، مسرحيات، مسلسلات، وراها باستمرار الخلفية العنيفة اللي عاوز يسير ويهيجها، كنت قاعد على الكرسي وتبقى عاوز تطربقها وتخليها ضلمة على طول، تحس نوع من الفن عاوز يهيجك يهيجك لغاية ما تبقى عاوز تشعللها نار. فده نوع من التلوث العقلي وتلويث العقل بالفن الفاسد، الفن المخرب اللي هو في النهاية بيغسل مخك وانت قاعد شوية في شوية. خصوصا ده التلفزيون خطير، التلفزيون بيخش قط النوم كده زي الجريدة ما تخش تحت عقب الباب، وزي كوباية اللبن ما تجيلك الصبح بتسمعه كده وانت قاعد لابس البيجامة مسترخي، تشرب من غير ما تضرب تشرب. فطبعا اي مادة من النوع ده ممكن تبقى مدمرة. طبعا ايه نتيجة التلوث العقلي ده؟ نشوف نتيجة التلوث العقلي دي هيحصل ايه. هذه النتيجة، لو غلب الجنون وغلب التطرف هذه النتيجة، يجي القبيلة اللي هتخرب كل شيء. وحيعملوها هم، هيغنوا، اسمعوا النشيد الغريب، اسمعوا معانا النشيد، هيعملوها هم بيغنوا ونشيد الحرية ومساواة العدل لا إله إلا الله، هيعملوها باسم الندى عالم جاهلي كافر كسر ودرع ده كله حشو جهنم شعل النار، هيعملوا ده كله هم بيغنوا نشيدهم ومثل العليا بتاعتهم. يعني تلوث العقل هو معناه ايه؟ تلوث العقل معناها انك تهدم بمبادئ، تعمل لك مبادئ تهدم بيها، مبررات تخرب بيها، شعارات تحرق بيها كل شيء، فتلاقيهم عمالين يحرقوا ويغنوا. شيء رهيب، واحنا مش بعيد من الحاجات دي، احنا مش بعيد. التطرف موجود والانحرافات العقلية موجودة، وزي بقول لكم الأمثلة حضرة، يعني خصوصا في أمريكا اللاتينية وفي بلاد أفريقيا السوداء، الانقلابات اللي باستمرار بنيوم التاني، مجرد واحد يصحى بدري قبل التاني يوصل للإذاعة ويعلن انقلاب ويشيل حكمه ويحط حكمه، وناس كانوا في المقاعد يخشوا في المقاعد الحكم يخشوا في زنازن السجون. فالتطرف موجود والشعارات جاهزة، ايش ماركسية ايش لينينية ايش اشتراكية، لكن اللي تحت ده كله ايه؟ تهديم. انا بعتقد ان ده اخطر تلوث في مجموعة التلوثات دي كلها، اللي قلنا ان هي تلوث الهواء والمية والتلوث الغذائي والتلوث الفضائي والتلوث الضوضائي والتلوث الاخلاقي، اخطرهم كلهم التلوث العقلي لانه مرتبط بالتصرف. التلوث الاخلاقي التلوث العقلي كلاهما مرتبطان بالتصرف، فممكن فعلا يخلقوا الانسان المجنون اللي ما عندوش ضمير، القاسي البليد المخرب اللي ممكن يقضي على كل الحضارة وكل شيء جميل في الدنيا ويختلق شعارات عشان يبرر كل اعماله. طبعا هنا نقول وظيفة التلفزيون خطيرة جدا، وظيفة الداعية خطيرة جدا، الداعية الاجتماعي، الداعية الديني، وظيفة البيت، وظيفة المعهد العلمي، وظيفة المدرسة، وظيفة المؤسسة، يعني ترشيد الشباب ده شيء مهم عشان تعادل الموجة التانية.
لان في على الناحيه الاخرى كتب عماله بالالوف بتطلع مطبعه بتقذف باستمرار انواع من الكتب مخربه بتلوث عقول الشباب. ده كله لازم يترد عليه. فده واجب الداعيه ترشيد الشباب. والداعيه الديني اختارهم كلهم بقى، يعني لازم الداعيه الديني ياكد تمام على معنى الدين وعلى جوهر الدين، بان الدين محبه ورحمه وموده وبر بالاخرين، وان الدين عباره عن بنى وصناعه وحضاره وعلم، وان الدين عباره عن حريه وسماحه، وانك تستمع الى الخصم، وانك تحتمل من يخالفك، وانك تجادل بالحسنى. كل ده شيء مهم جدا، والا هيحصل اللي احنا شفناه. والى حلقه قادمه باذن الله.